بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر عمر عادل، وده أول فيديو لينا هنشرح فيه النهاردة ستريت لاين للطلبة بتوعنا. ممكن تتابعنا على البيج على الفيسبوك، اللينك بتاعها موجود قدامكم، ولو عايز تتواصل معنا التليفون موجود لأي استفسار. طيب الإكويشن of straight line بتكون عاملة ازاي؟ بتكون بالشكل ده y equal m x plus c. يهمني هنا حاجتين في الـ equation of straight line، يبقى دي equation of straight line. يهمني في الـ equation دي حاجتين، أول حاجة الـ c ده سيمبل سي، ده سيمبل سي ده بنسميه الواي انترسبت. طيب تاني سيمبل يهمني هو الام، ده الام ده بنسميه جريديانت. الجريديانت ده هو the degree of the slope، يعني درجة الميل بتاع الـ straight line. طب الـ y-intercept، الـ y-intercept دي point اللي الـ straight line بي passes from y-axis، يعني دي النقطة اللي الـ straight line بتاعي بيعدي فيها بالـ y-axis. ازاي؟ لو جينا رسمنا أي straight line كده الـ y-axis، بالشكل ده. طيب بتبقى الـ point دي هي الـ y-intercept، لأن ده بيكون الـ y-axis، ده بيكون الـ x-axis. طيب السؤال هنا بيجي ازاي؟ السؤال هنا بيجي طريقة find the equation of straight line which passes through two points. أول بوينت عندي اللي هي A 3 4، تاني بوينت اللي هي B نيجاتيف 9 و 8. طيب بشتغل ازاي عليها؟ أول حاجة بكتب الـ equation of straight line y equal mx plus C. طيب تاني حاجة هيبقى ناقصني ان انا اجيب ال M. ال M ليها rule tool y2 minus y1 over x2 minus x1، فين y2 y1 فين x2 x1. طبيعي دي x1 ودي y1 x2 ودي y2. طيب لما اجي اعمل substitution هلاقي ان y2 equal 8، y1 equal 4، x2 negative 9 minus x1 اللي هي 3 بتطلع لي negative 1 over 3. طيب ببتدي ان انا اعمل substitution في الاكويجن of straight line اللي هي y equal mx plus c. الام طلع عندي negative third، يبقى ناقصني ان انا اجيب c. بجيب c ازاي؟ بختار اي بوينت من اللي هما
given وليكن مثلا 3 4. Alright, point A layers 3 4 divide the x dy common substitution here 4 equal negative 3rd x how x about type to type 3 plus c هلا من هنا ان c تلاقي equals 5 كده انا جبت equation of straight line x equal negative 3rd x plus 5 دي اول حالة بجيب منها the equation of straight line لما يكون given 2 points نكمل في الفيديو اللي بعده لما يكون الـ special cases of equation of straight line في الفيديو القادم.